السلام عليكم. ثورة تشرين من بعد 1/10 أثبتت للعالم كله مدى وطنية الشعب العراقي ولا سيما الشباب. واليوم الشباب العراقي الذي أطلق ثورته الواعية من ساحة التحرير، اليوم يتجمع نخبة من هؤلاء الشباب أبناء التحرير أبناء ثورة تشرين للانطلاق بثورة جديدة للتوعية وتعقيم مناطق بغداد بجهود ذاتية. لذلك ندعو جميع أخواننا الشباب في مختلف المناطق وجميع الأخوة المقتدرين على دعم هذه الحملة بالأمور اللوجستية التي نحتاج إليها في تعقيم جميع مناطق بغداد، وأيضا ندعو الأخوان الذين هم قادرين على تكوين فرق في مناطقهم للتعاون في تحضير فريق شبابي للمساهمة في تعقيم مناطقهم، وتحياتنا للجميع.